صوت البلد سوريا. الله بحيي الجيش، الله بحيي الجيش، الله بحيي الجيش. بدي احكي حكاية فيها حب وأمل، حكاية عن بلدي وجعه اللي ما بينحمل. ما بفهم بالسياسة بس عم تابع أخبار، نحنا بسوريا إخوة رغم كل يلي صار. نازل على حمص اليومين بلكي بشوف أخي، صار لي فترة ما مريت، قلت لحالي هلأ بنتخي من زمان، قبل فترة كنت غيب لسا أكتر، بس هلأ كل ما حضرت أخبار فورا بتذكر نازل شوف أخي الموالي وأخي المعارض، أخي الحيادي وأخي اللي رأيه على غيره فارض، نازل شوف أخي ضابط الأمن، أخي المتظاهر، شوف أخي الفقير والغني المهتم بالمظاهر، نازل شوف أخي المتطرف، أخي العلماني، شوف كل واحد حامل البلد عكتاف وأماني، نازل شوف أهله لأخي اللي مات شهيد، بلكي بقدر واسك الحدا ما قدر ينبسط بالعيد، نازل ناقش أخي السياسي المخضرم بامتياز، وأخي اللي بكام شهر تعلم سياسي قمة الانحياز، نازل شوف العيلة الكبيرة اللي ولادة تربوا سوا، نازل أعرف ليش غيمت هيك، ليش تغير الهوى. هي قصة عيلتي المحتاجة لحظة سكون، تسمع قلبها اللي عم ينبض دم واحد. أنا من حمص وبعرف حالي مين بكون، مدينتي لساتها هون، مدينتي ما راحت. نازل بدي أشوف السوق والساعة العتيقة وبعدها راية على الحضارة وشوارع الحميدية الضيقة، نازل على طريق الشام بلكي بمرصوب البيت، جاي عبالي شوف الحارة محل ما أنا تربيت، محل ما كنا نلعب بالطابي وقت اللي كنا أولاد، أنا والياس مع حيدر وأحمد وعماد، نازل بدي أشوف أبو مازن خضرجي اللي بيحكي لي كل شي صار، بس لما اجي بعدها ناوي اقعد بالروضة العب شدي مع الشباب، محل ما العالم كلهم اصحاب من الباب للباب، نازل زور الملعب البلدي اذا ضل وقت زيادة، محل ما حمص كلها تتوحد بالعادي، نازل عباب السبع شوف مدرستي، محل ما تعلمت انه كل شب اخي وكل بنت اختي، محل ما صفوف الدياني لسه بهديك السنين ما قدرت تقنعنا انه ممكن نكون مختلفين. هي قصة عيلتي المحتاجة لحظة سكون، تسمع قلبها اللي عم ينبض دم واحد. أنا من حمص وبعرف حالي مين بكون، مدينتي لساتها هون، مدينتي ما راحت. نازل على حمص بدون أي توجه سياسي، مع إنه هالأيام يمكن هذا صار شيء أساسي، نازل وقف ضد الانحياز الأعمى يلي خلقنا، لأنه نحن بحمص أخوي من وقت اللي انخلقنا، آخذ معي بخاخ وطالع على قلعة حمص، لأنه بدي أكتب أعلى نقطة بحمص كل، لأنه نحن شعب واحد أمة وحدة وطنية، بدنا نقص الإيد يلي لعبت بالطائفية. هي قصة عيلتي المحتاجة لحظة سكون، تسمع قلبها اللي عم ينبض دم واحد. أنا من حمص وبعرف حالي مين بكون، مدينتي لساتها هون، مدينتي ما راحت. أقسم بالله العظيم أنا أحافظ على وطني موحد صف، وأن لا أكون طرفا بأي نزاع طائفي وبأي طريقة، فلا أتكلم بكلام طائفي يجيش الغير، ولا أدخل بشجار طائفي مهما كان حجمه، كما أقسم أن أحترم السني الشيعي العلوي المسيحي إسماعيلي والدرزي وأي طائفة أخرى مهما صغرت أو كبرت، فالدين لله وسوريا لنا جميعا. يا شام يا شام يا شام، قول الحبايب لا يوافونا، قرب يجي تشرين، خلي ونيلونا نحنا نطرنا يا شام يا شام يا يا شام. Thank you.
سلاح لا سوريا حامل سلام ضوي يا شمس بلادي فوق الايام طير الحرية طاير من فوق الشام نزل عبرد يلاقي رف الحمام عجناح لا سوريا حامل سلام ضوي يا شمس بلادي فوق الايام علوها علو الراي سوريا صارت اي علوها علو الراي سوريا صارت شباب العز انضواي طول الايام الروح بترقص لك يا شام طير الحرية الطاير من فوق الشام نازل عبرد يلاقي رف الحمام عجناح لا سوريا حامل سلام ضوي يا شمس بلادي فوق الايام جينا على ظهور الخيل نحن السد بوجه السيل جينا على ظهور الخيل يا أما من ضوء النار يا أما منحرق هالليل روح بترقص لك يا شام طير الحرية الطاير من فوق الشام نزل عبرد يلاقي رف الحمام عجناح لا سوريا حامل سلام ضوي يا شمس بلادي فوق حول سوريا حامل سلام ضوي يا شمس بلادي فوق الايام ضوي يا شمس بلادي فوق الايام بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر
وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نحن قادة الجبهات في هيئة الأركان العامة، الجبهة الشمالية والشرقية والغربية الوسطى وجبهة حمص، وممثلي المجالس العسكرية والفرق والألوية والقادة الثوريون على كامل التراب السوري، نعلن ما يلي: لقد أصبح واضحا وجليا التآمر الدولي والعالمي على الثورة السورية المباركة ومشاركتهم مع الاحتلال المجوسي في سفك الدم السوري، مستخدمين كافة أنواع الأسلحة حتى المحرم منها دوليا. وبعد الوعود الكاذبة ولمدة عام كامل من الدول التي تسمي نفسها صديقة للشعب السوري، تبين أنها لا تلقي بالخطوط الحمراء بالا. وفي الوقت الذي تقوم به الدول المجرمة مثل الصين وروسيا وإيران والعراق، إضافة إلى حزب الله وبعض المرتزقة من مصر وغيرها، بتقديم كافة أشكال الدعم للاحتلال المجوسي، لا يزال موقف الدول العربية والإسلامية خاصة التي تدعي دعمها للثورة السورية موقف هزيل لا يصل إلى مستوى تضحيات الشعب السوري، والذي يخوض حربه نيابة عن الأمة العربية والإسلامية، علما أن هذه النار ستطال جميع إن لم يقوموا بمسؤولياتهم. وفقا لذلك فإننا نعلن وقف كافة أشكال التعاون مع الدول صاحبة القرار في مجلس الأمن، ما لم يفتتح تحقيق دولي عاجل لاستخدام النظام المجرم للسلاح الكيماوي ومحاسبته على الفور. وندعو كافة فصائل الجيش الحر إلى العمل والتنسيق مع كافة القوى الموجودة على أرض سوريا، كما ندعوهم إلى التوكل على الله وحده، وأن يقوموا قومة رجل واحد ضد الاحتلال المجوسي المدعوم من المجتمع الدولي، وضر هذا العدو بكل ما نملك من قوة وبكافة الوسائل. فلا يوجد خطوط حمراء بعد اليوم، علما أننا قادرون على السيطرة على مستودعات المواد الكيماوية، وكان يمنعنا من ذلك الخوف من الوقوع في فوضى السلاح الكيماوي. وأما بعد هذه الحالة فالعاقبة على من ضرى، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، علما أننا بعد صدور هذا البيان إن لم يكن مستوى الدعم العربي والإسلامي يتناسب مع حجم التضحيات المبذولة من الشعب السوري، فإننا نعتبر بحكم المستقيلين من قيادة الجبهات، ونطلب من رئيس هيئة الأركان مشاركتنا هذا القرار. وبناء على استقالاتنا يعتبر الائتلاف غير شرعي ولا يمثل الشعب السوري. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، والعزة لله وللرسوله وللمؤمنين.